السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. مين فينا راضي عن حاله مع ربنا ومبسوط بيه؟ طبعا محدش مننا، كلنا مقصرين ومصرفين على نفسنا في المعاصي قبل ما نبقى مقصرين في الطاعات. كلنا عندنا ذنوب تعبانة ونفسنا نخلص منها، بنقرر نخلص من الذنوب ونتوب، وللأسف بنرجع تاني وبنقع تاني ونفضل تعبانين. هل التوبة اللي بنتوبها مش مظبوطة ولا ايه الحكاية؟ هل في شروط للتوبة؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويسترك. آمين يا رب، ولك مثله يا رب. يا رب. شيخ أحمد، احنا عايزين نتكلم عن شروط التوبة. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. أنت عارفة بقى أول حاجة هسألك، أقول لك أول شرط من شروط التوبة إيه؟ الندم، الندم على اللي فات. كويس، هو كم شرط أصلا؟ تلاتة. أنا بقول ستة. هما تلاتة. منعقدش. عشان منعقدش الدنيا. أيوة. طيب ماشي. خلينا ناخد اول شرط اللي الناس كتيره اصلا مش فاهمه يعني ايه اصلا الندم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الندم توبه. اول حاجه لابد الانسان ان هو يعترف اولا بالذنب. انت مذنب يا ابني ولا مش مذنب؟ مش انا اللي بقى مش بقعده على كرسي اعتراف، انا ماليش علاقه، لكن هو بينه وبين نفسي، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما امور ايه؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومع ذلك لابد للانسان ان يتقي هذه الايه؟ الشبهات، فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. فالإنسان لابد أن يعترف بالذنب وأنه أذنب في حق الله تبارك وتعالى أو في حق نفسه، يبقى هنا الاعتراف بالذنب. فواحد يقول أنا أعترف بالذنب ليه يعني؟ خلاص استغفر الله أتوب إليه. أول حاجة الشرط بتاع الاعتراف بالذنب ده كان سيدنا النبي علمنا كما في الصحيح، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعدين أصلا القرآن بيقول كده كما في سورة التوبة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، كما في الصحيح، إن العبد إذا اعترف بذنب أهو ثم تاب تاب الله عليه. يبقى الأصل أنت تعترف. فأنا بعترف أنا أذنبت. طيب أنت نادم يا ابني ولا مش نادم؟ لأن من علامات التوبة اللي هو الندم. ولذلك سيدنا ابن عطاء الله بيقول ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. يعني انت ممكن تصلي على طول، لكن مسألة القبول احنا بنحكم بالصحة، الصلاة صحيحة، الحج صحيح، الصيام صحيح، لكن ده مقبول ولا مش مقبول مش بتاعتي انا، انا معيش صك من الله عز وجل. لكن سيدنا ابن عطاء الله السكندري بيقول ربما لك فتح لك باب الطاعة اهو، لكن باب القبول وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول. يبقى الذنب ده ممكن ليه؟ لأن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وضعه في ذنب يكسره به، اللي هو دايما العبد يكون ذليل مذنب وهو مستغفر بين يدي ربنا تبارك وتعالى وهو خايف من الذنب وجل، فعنده حرقة في القلب، دايما الذنب ده عامل له تقل كده فهو خايف، فالله عز وجل تاب عليه ولا لم يتب عليه. هي دي قضية اللي هو الندم. بس سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله في إحياء علوم الدين بيقول كلام في غاية الأهمية، يجب على الناس إن هم يعرفوا الكلام ده. ما تقولش الندم توبة بس وتجري وتعدي، افهم وقف يعني إيه الندم. اعترفت يا سيدي، أيوة، وإنت حزين اللي هو الأسف الشديد اللي هي الحرقة في القلب، أيوة. بس سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله وكلام الصالحين يا جماعة كلام مهم جدا، لا يجب اللي احنا نتوقف عنده، إن هم اللي فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدوات اللي هي أتاحها الله رب العالمين لهم. فسيدنا الإمام الغزالي بيقول كلام مهم، بيقول إن التوبة ده عبارة عن معنى بينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور مرتبة: علم وحال وفعل. يعني إيه بقى؟ مع ده هنوضحه. علم وحال وفعل. أول حاجة العلم، لا معرفة عظم ضرر الذنب، لازم تكون عارف ضرر الذنب اللي انت عملته ده. عارفه ولا مش عارفه؟ هقول لك روح اتعلم. يبقى ده أول حاجة في قضية العلم، وإن الذنب ده هو حجاب بينك وبين زي ما بيقول كل محبوب. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، مش ده رزق ومحبوب ولا مش محبوب؟ فإيه اللي خلاه الحجاب ما بينك وبين الرزق؟ قالوا بسبب الذنب. فده أول حاجة. يبقى أول حاجة تعرف
اللي هو عشان احنا بنصل لقضيه الندم. أيوة. العلم. علم ايه يا سيدي؟ اللي انت عارف عظم ضرر الذنوب دي وان الذنب ده هو حجاب بينك وبين كل ايه؟ وبين كل محبوب. يقول سيدنا الامام رحمه الله: لو انت عرفت الكلام ده معرفه محققه بيقين. طب يعني ايه يقين؟ ازاي يعني؟ قال هتلاقي فيه كده ثار من هذه المعرفه يعني تالم للقلب، قلبك بقى يتالم بسبب فوات الايه؟ بسبب فوات الشيء المحبوب. طب ايه الذنب؟ اللي هو: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. استجيب لله تبارك، استجب لله اولا ولرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب انا اول ما يستولي على القلب الحاله دي، حاله الندم دي، وان انا عارف عظم ضرر الذنب، اعمل ايه بقى؟ اللي هو الحال. ايه الحال ده يا سيدي؟ اللي هو بالترك للذنب. لو انا كنت لسه ملابس للذنب، مش انا بعمل الذنب؟ بشرب حاجات محرمه على طول على الفور. اللي انت تعمل ايه في الحال؟ تترك هذا الايه؟ الذنب. طب وده متعلق بالحال. طب والاستقبال؟ اللي هو ان تعزم عزما اكيدا على ترك الذنب، الذنب اللي حيفوت لك المحبوب الى اخر العمر. طول ما انت بتعمل الذنوب ففي حاجه كده حجاب بينك وبين كل محبوب. فواحد يقول لي: ما احنا بنشوف الناس بتعصي ربها تبارك وتعالى، والناس يعني بترتكب الكبائر ومعاهم مال كتير جدا. اقول له: لا، وانت ما تعرفش الايتين اللي هو: سنستدرجهم كما في الاعراف من حيث لا يعلمون، ها، وفي سوره القلم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. حتى قال العلماء: فاذا ما رايت الرب ينعم على العبد والعبد مصر على معصيه الرب فاعلم انه مستدرج. يعني موسى هيطلعه لسبع سما وينزله على جدور رقبته. فانتبه لهذه الحال. إذن لابد من الاعتراف بالذنب، وما اوعى تتكبر على الله تبارك وتعالى. فلو اعترفت هنا هيكون إن شاء الله الندم بعلمك أضرار هذه الذنوب، فبالتالي تعرف تتوب إلى الله تبارك وتعالى. أختم بس بكلام سيدة ابن عطاء الله: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. اوعى تغتر بطاعتك أبدا. فأنت تدخل على الله، دائما أكرر الجملة دي، من باب الإفلاس. صح. لا ترى لنفسك حالا ولا مقامة، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. طيب.